توقعت رئيس فريق التخطيط والمساندة للنفط الثقيل في شركة نفط الكويت فاطمة الكندري بدء إنتاج النفط الثقيل بمشروع المرحلة الأولى لتطوير مرحلة منطقة جنوب الرتقة في شهر أغسطس المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 11 ألف برميل يوميا. وقالت الكندري في حلقة نقاشية نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط إن الإنتاج المستهدف لهذا المشروع هو 60 ألف برميل يوميا بحلول يناير المقبل والمحافظة على هذا المعدل وفقا لاستراتيجية الشركة لإنتاج النفط الثقيل.